والمؤمنات، المسلمين والمسلمات، الأحياء منهم والأموات، إنك يا ربنا سميع قريب مجيب الدعوات إلى رب العالمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي من فضلك كلمة الحق والدين. اللهم آمنا في أوطاننا، اللهم احفظ مصرنا من كل سوء يا رب العالمين، اللهم أجب عليها الأمن والأمان والسلامة والإسلام. اللهم من أراد بمصرنا سوءا فاجعل كيده في نحره يا رب العالمين. اللهم انصر المستضعفين في المصرين، اللهم آمنهم بنصرك يا رب العالمين، اللهم سدد أقدامهم وسدد رميهم، اللهم اشف مرضاهم، اللهم ارحم شهداءهم يا رب العالمين، اللهم حرر المسجد الاقصى من ايدي اليهود، اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الموت، اللهم ارزقنا فيه صلاه قبل الموت، اللهم وحد صفوف المسلمين ووحد كلمات